انت متى وقتك؟ ساعة قلنا او بين المغرب او بين المغرب والعشاء. ما هو بشرط لكم كلكم يا سيف. سيف عطنا باذن الله حقيقه. ما كلكم يعني. انا شفت فقرتي حلوه وتطور يعني هي مثل اللعبه. عطنا الله يرضى طيب. عليك العصر خلاص العصر يا ولد صار ثلاث ايام وقبل بكره يدعن. احنا مجانين وهو اللي مجنون. لا العصر حلو الشباب موجودين. هلا والله. هلا خلودي. هلا هلا ابو وليدي. هلا خالد. هلا ابو هلا 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 خالد سعود. انا يا مرحبا. صح بقيت الله. كيف الحال؟ والله بش تعال ابو كتاب فانتاستيك عشت. بس هذه بي هذه انا لا انت حبيبي. انا والله ما تقعد من جد. بجدد لوب انسى الله يصلح. ضبطكم حليب على كيف ناس فديت ولدنا يا ناس فديت القعدة. يعطيك العافية قعدتك ان شاء الله. اسحبك اسحبك اسحبك. قعدة سلوم. هذه سويت لك بيت. تعال سويت لي بيت. اخيرا يا يبا تحقق حلمي. سويت لي بيت. تعال اخيرا اجلس داخل يا بابا. يلا اخيرا عشان البر اجلس داخل يكفيني. وسيع بعد. يلا تعال اخرج. يوه ما عاد شفنا سلوم. وينه؟ دق الباب عشان وين سلوم؟ دق الباب. كم مرة ادق بابك واسمع حسك بغرفة؟ هلا شيخ. كم مرة؟ اطق بابك واسمع حسك بغرفة. اسمع حسك بغرفة. روح سلمان. صار سلمان. في عندكم قهوة وعلوم رجال وبطرح. علوم رجال عندنا بالشيخ. طيب خلنا القهوة. زين امسك. سجل سجل. لا عاد امسك دقيقة بس بعلمك حاجة. امسك امسكها بس. ما هذا 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 كبير. عارفه عارفه عارف. يا حبيبي انا دارس علم نفس. كم صار لي وانا ادرس علم نفس؟ ودهني يمهم. لا ليش قهوة خساير؟ خلاص ما له داعي. ما له قهوة. سلمان حلوة التمر هذا. ست تمر يبي له قهوة. لا رقم. يا الله ابو هالوجي. لا تقوم ليه؟ خلاص قاعدة. تعال انتبهوا للحليب يا شباب. الحليب ما ادري اذا طاش طفينا. هذا طاش ما عارفين توقيت. ترى تعال بابا اخي ما يخلق اقعد ودي امشي. تعال تعال هذا كبير كبير كان. خلنا نمشي شوي واجي. خلاص مشيت. بس قبعك من البرد. بس خلاص مشيت. اجي اقعد. البارحة وصلي لي. لا 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 حتى سبحان الله مسكت امي حطيت ذكر عشان انا اتحق رنا شهن داما. ما ابي اتحمس واقول لك زال امي. خلاص سبحان الله كل المواصفات فيك. وكم شيخ قومن ملا درجه من اختامه يمناه عفنه واقواته دنوي. وكم من فقير تحق رنا شهن داما. واليمن اعتزى تقلب الدنيا. تقلب عزاوي. لا دسك تسكت انت. تعرف دائما كبير. مو بالمظهر او بالمكان. ممكن الشخص بسيط يفعل اشياء كثيره. ممكن الشخص العظيم الكبير لا يفعل اشياء كثيره. لا يفعل حتى. من يبيك يشوف من هذا؟ الله حتى ما يشوف. من يبيك؟ اي الله يجيب يعني. ها؟ شوف شوف. انتبه. راح اجيب عيد. انتبه. يعني انت اللجنه الحين تراك خرعت خمس مرات. لا لا يا ابو ناصر. لا 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 وجه حركات. لا 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 اهلا. يا ولا انتبه طويل وتقلد هذيك ما يمدي. الله عز وجل. ما شاء الله والله يحبون بعض. اعطيته ثانيه. ايوه
الله يشفيك. انقذه البني عادي انا سعودي. قام يتحبت هذا المصدوع. هذا خبر المثال. وقت العولي. روح. مو مشكلة. روح. البارح قلت عقالي. مو مشكلة. عقالي امس حاطينه. هات باخذ هذا العود قدامك. خلاص دخلت عقال اللي وينه؟ طبعا حط اوكي. زين. شوف هذاك ذاك عقال. يا لا لا هلا. مين اللي حكيت؟ انا عندي جكيت اختفى. تقول الله يطعني تقول الله يسبق بي كذا واحده قدام واحده ورا حلو واحده قدام تعال 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 ورا كذا اقعد هناك من هناك مزعجين اقعدوا هنا علي يلا قلبي كيف حالك طيب يلا اقعدوا هنا اقعدوا الله يسعدك اقعدوا زين رجال وقعدوا خلوا عنكم الحركات سلومي سلومي لبيه يا دار يلا سلومي يلا ايش تقول؟ ايش تقول؟ الله الخلا بحديث بيحبني ما بيحبيني بيحبني ما بيحبكش بيحبنيش لا ما بيحبكش بيحبنيش ليه ما انقطعت بقولك بيحبنيش ما بيحبك ايش ليش انقطعت نصفها ما بيحبك ايش صدقني بيحبنيش ما بيحبك ايش ده انا بحبهوش ما بيحبنيش ما بحبك ايش وطنتين يا فجعتيش عشان مش هتخلص ما حبكيش يا لهوتيش ما لكيش يا طرجبتيش لا الحرم في 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 هذه سكنية من سكنية الله 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 وارجع لك في حلبة بدنا بروح تقول لي تعال بروح تقول لي تعال هروح ارجع لك تتكلم علي ما تمسكنيش انا ما عاوز اطيح ما تضربش يهد هذا مش عاوز كفايه طيح ابيض توسع بص حضرتك انا لما جيت يا عم ما تطفش وجهك وانا هخلص وارجع لك بالله عايز سكسوكتك دي تعال بشراك يا نجل بشراك يا نجل اوعى نجل اوعى اوه ده انا وحش ده انا مشارك في ثلاث حروب اوعى اوعى عورك امشي معايا اوه روح امشي هرقع لك امال شعرك تهرب ولغم ليه؟ مال هاجيلك روح مسفر القديم انا عارف انت رايح فين اقول لهم فين لا مسفر راح يعمل طيط وين من جا خلاص بدريك ضيع عطى عطاك هذا عملني لا امس هون حليب ليومين ما تبي ولا تبي الحين يوم ولا يومين صار له ثلاث ايام عطيني انا يعجبني اللي عند رايه امسك مال الحليب امسك تشب يعني شوف الحين تشب يعني الحين يطلب عربيه تشب الحين يطلب عربيه عطني كاسه يلا نصب للربي راحت الكاسه
اصبر اصبر. ها؟ لا لا انا كاش عندي كاش كاش عندي كاش عندي انت ولا سيف؟ انت ما في انظف الفنجان هذا عليه هذا هذا رجل بصل عليه بصل جايبه من المطبخ انت ايش فيك انت؟ تشب يعني؟ رجع هاوشنا وراح سحب عليه وش؟ مجرم ابو العزيز راح قلب داعيه شب شب تشب يعني؟ تشب تشب يعني؟ يا اخي والله لك مو قد ما راح اضحك تضحك ضحك اضحك ليه؟ لا عقيت عليهم بعقت ما ادري كيف يقول والله بالصراحه جد ذي قول ابوها قد عاد عاد لا تمشي خلي الدله لا لا ترى والله تخرب والله ما في لا تمي تشوفك اقسم بالله لا تحذرها بالله انا جيت طارد تشددك والله بسم الله على قولك الرحمن الرحيم اتشب يعني اوه اليوم اصفر هو ترى تسبه ترى هذا صل عليه انه صيع حليبه فنيجيل ينفع فنيجيل الفنجان اللي الخير ادي حيلي لا 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 هذا ولا هذا مو صيع اتشب يعني اليوم اشرب فنجان من اليوم والله هنا كل شيء تغير اشرب في فنجان يا عمر فنجان يشربون فيه شاهي وحليب لو ماني مزكم اعطيتك ذا عطني عادي والله هدوء بايع ابوها مزكم مزكم ست ايام مزكم احمد هدوء تشب يعني انا اللي ده اعطيهم احد انتباه اعطيهم يقحطاني شفت انتباه ذي نموت كلنا ما نشيناه اي والله انتبه ليه بالله انت لا لا يعني قد سمعت ذمة زي ذي الكلمة لا احنا سمعناها من اول انتبه انتبه بالكسرة اما انتبه يعني انتباهه كان وقتها يعني بخطر احنا كلنا بخطر يعني الحين عندك في امان الحين عندك في امان باقي ما جاك شيء اخطر من قبل الحين اخطر من الرحلة كلها والله اخطر ان شاء الله لكم التوفيق والنجاح والسداد السداد انتباه معك انا معك اعطيكم اصطلاحات يا رجال مجرم والله علمتهم سالفه الميقات يا ابو صالح وشي حقت ابوي اي سالفه حصلت على ابوي الميقات والله هذا منهم قام يضحكوا كانوا كل ابوهم شو الميقات ميقات تعدينا ميقات نحرم منه اي تعدينا قام تعدينا طال عمرك ابوي يسجمل ها احرم من الميقات اللي بعده لا لا ممكن ممكن ابشر بلعوض ممكن ضاع هنا ابشر بلعوض يا ابو ابو ابشر بلعوض ابشر بلعوض ابشر بلعوض اي ممكن ممكن ابشر بلعوض كلنا طبعا ما عندنا حليب ما عندنا جزء ابشر بلعوض خلاص انا مقدم من قالك تصب لهم لا مو كذا من قالك تصب انت اللي قلت خليك محل انت لانك ما لقيت محلك انت تصب الري وصلت منه سيف عبد الله تشب يعني تشب باقي اثنين بس والقارة كلها تعرف. أما الخليجة يا خمس. أنت إيش تنك؟ جدولي. ما غير تحطم تملي جيوبك. أفا يا أبو. وتعطينا تملي جيوبك تعطينا. صدقني إني قد أعطيت الربع لكن كل أبوهم إيش ما يأكلون. ليش؟ يقطعون في الدروج ينطلون في الأرض. حطها بجيبك حتى جيبك خله خله ابوري 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 خله خل جيبك هذا حط فاين معه جايبه مليان دبس يا ربع من كثر ما يحط لا حول ولا قوه الا بالله يا ابو ما هو بالطريقه دي علمت عليك ما في شوف كل ما تقدر راحت عليك والله يا اخي يا اخي شو تسوي مع الطريقه دي شوف الحين تمر على كل واحد بده ياخذ منها قسم يعني صراحه شو شلون حاطه بجيبك اقسمها انت اقسمها شلون حاطه بجيبك فاتحها من يا ريت انت ارحمني تشب يعني شب ذبحتني 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 عظم يجي له حط رجل الحين تمشي الفترة الجاية تمشي 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 اقسم اقسم ابي احد يقسم اقسم انت شباب في نار في شيء على
حطوا الشباب ايش عندهم العيال قاموا يسوون شغل قاموا يركبون ميدين لا 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 تعيد ما يفرق عنها غير توقيت انت زعلان منك انا بعد الكاسه بشخصان خلاص افا 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 يا عمر افا افا عنده كاسات انا ازعل معروف من مصري الليله ليله ليله خطيره انت اركب من يبي هذا بسخن منها شوي اقولك حاجه اقولك حاجه انت تحسب يعني جيب في شهر حلوه كليجه مشويه ايه انت حاطه بجيبك يا والله الليل كفو انا كفو عند الله خبر ما عندي انا على طول امتحن امتحني هذا نبي ناكل يا رجل اقسم لا عاد اقسم شرب شرب القهوه يا رجال اعطني شوي طيب اعطني شوي اعطني شوي قدام خربان تشب يعني تشب دور دور بجيبك كسر عمر تبي هو عمر تبي ولا اكل تبي تبي ارجع اعطني من اللي عندي اجمع ليش اول ما جبتها والله اني قسمت عليهم هم ما كلوها طيب خلاص طلعوا تعلم لي كلام بتصرف 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 ما ادري عليك رجعني رجعني ملي الشيخ يقول شيء اتنك هذيك وانا اشوف اغراضي تنقص من الدرج الحلويات تروح خليني بفتشك اجل يا ولد احنا وين؟ احنا مع بعض صدق والله يعني نعيش مع بعض ناكل مع بعض نسرق بعض شوف هذا اخذ الفنجان ذا يعني عادي احنا اخوان واخذ الكليجه ركز الكليجه اخذ يعني انت تقول قلنا اني شرع بين كلنا لا تقول يعني تشم يعني انا عصام الحين صوتي رايح اليوم بكره والله امس دخن دخن خلاص مو طبيعي وانا احب الشيء اللي في وقته يا اخي مثلا كليجه جات توكل ما ابغى اخليها في الارض اسمع حبيبي لبي مين مخليها في الارض والله العظيم اللي جاي ياخذونها ياخذونها من بعض طيب عطوا الشباب انا عندي انا عندي عطوا الشباب انت عندك عطوا الشباب اسمع سلفت لا سكك اسمعها احسن لك سيف ها طالع قلبك انا كلي كلي لك والله لو سكك على صرصور كلي لك كلي لك تعرف شو المعنى صرصور اذا هو يهون شوف اذا هو يهون عليك انك تسكني هنا ما في اخوه في البرنامج لا 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 ريالك ريالك ابقى برنامج ايش؟ تشب يعني؟ يبي يمتحني فيها ايش رايك خليها تشب بينك وبين الربع يعلمهم انك تحط بجيبك لبيه وش احط بجيبي؟ حط بجيبي يا لاني بيضحك يا اخي وش سوينا يا اخي هذه كليجه كليجه نعمه من الله تدري ليش حطيتها في جيبي؟ جيت ابي اكلها له يذن احتراما لله عز وجل حطيتها وقلت اكل بعد ما اصلي ايوه الحمد لله الحمد لله الحمد لله اتشب يعني اتشب عشان ما تنسجم واذا تبون كليجه في فيه تنكت كليجه تبون نجيبها؟ شرب الشرب والله صادق يا اخي احنا لازم نتكاتل مع بعض الكليجه اللي اخذتها من الشيبان اعطوني اياها على الهواء اعطوني اياها يقول انت كاتب قطعت كليجه قالوا انت زين ليه اعطوك اياها انت بالذات؟ ليه ما اعطوها العيال؟ والله عشان هو لحاله ما جاء ما جاهم غير هو صباح الخير ما يقولون يا رجال ارحب ارحب سلام سلام قاعد تضبط معهم انت لا جلس معهم انا انت شاف كليجه قال انا شفتكم نايمين قلت يا ولد خليني اروح دور خيال عادي الكليجه ذي حق الشيبان قبل ثلاث ايام انا اشهد ثلاث ايام وين كل ما بردت مع هذا البرد قبل شهرين كل ما برد الدبس مع هذا البرد اسبوع اظن يجيك طول عمرك زينه تهول عن عنده باقي مشرع ذا هذا العيد اتشب يعني والله ذاك اليوم جيناهم ما اعطانا ما اعطانا شيء شفت الكليجه اللي مع العيال اللي شفت الكليجه اللي مع العيال ها ترى الدبس اللي فيها ماش ناشف الله يبدأ لجم راكه عارفين الوضع خلاص صادرتها انا اعطوني اياها خلاص ما في مشكله ترى انك ما تاكل وقت الصلاه بعض الناس يجي تلاوي تلاوي لازم تروح تسلم حبيبي اتصرف بس اتصرف عرفت شفت يعني الحمد لله يعني ان شاء الله ان هذا يعني شيء توجر عليه انك تخلي الاكل بعد الصلاه نعمه لا من الافضل انك تاكل وتروح تصلي يا يلا 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 بدا الافتاء احد يصرع في شيء ما له فيه هذا اللي انا سمعته متاكد منه انت لحالك اتشب يعني شب اتشب يعني
فنجاني وين غسل فنجاني ذي؟ ايوه خلني احذفه فنجان، جيب لنا شيء. جاتي وين؟ خلها هذا يا ضيقي. خلاص دامنا رايح نجيب الكلاي يشرع لنا العين بين خلص. انت الحين سويت يعني انت سويت يعني غسلتها؟ ايه. على طول عجل عجل. ارحمني طيب. انت شبياني. ارحمني طيب، والله تسوي اشياء انت. نسأل الله يعني العفو والعافية. المسلم دخل قطب قدي يا اخوي تعدد الرياض اقسم بالله تعدد الرياض خلاص عاد شبه صراحة امس والله صراحة وكل ما جيت امس كل اي شيء قلت تشب يعني تشب ويرجع ينفخ عمر الحليب هذه خلص لا في تبيلهم رجع ما شرب رايح الحليب نسواه ما شرب منو راح يسوي؟ أنا نسوينا ما في بيالات جيب بيالة جيب ولا فنجال طلع من جيبك فنجال ولا شو؟ لا بالمطبخ بالجيب ايش يا بياري؟ رايح يقول شربك على يدين الرجال هماج أنت قد ما ضبطت نفسك ما حد مضبط ايش كوم كذا؟ كوم والله عليك زود أطلع لك شيء منه لا جبن فنجان يروح طيب لا خلاص اعطيته ها حتى لو كنت قاعد يقرعني لا 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 تظلمني لا تظلمني وانت ايش انت راسك انك حاط لنا العلامه حقتك لا 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 شباب هدوا شفت حسبي الله كيفك ظلمتني ها هذا الفرشاه طلعها تو انتبه تعال انتبه يا ولد تقل البطه وانت تقول انتبه تشب يعني شب بس والله مثل النظره ايش جايب انت نفايش هذا مع الحليب ولا صفقه شيء صفقه انتبه زايد وصل اروح يا رجال البقاع لقاع الأرض نعم لا إله إلا الله نحنا يقول شو يقول مثل يقول جاوة السعيد والله طيب يا مرحيب أنت ما تحب عيني طبعا ما ينبقى لك يضل هو جاور تعيش عطيب المضارب تستح تستنكت تحدلها ما تطيح دلها اسمي عليها يا حد يدلي يقول شو هو كيف هو لي من الدل رجال البخبس البنا الاشقر يداوي الراس فنجال سلم ايش شب يا ريجي ابي شو اسمه ملك ملك صخنا لك والله ترى وديش لا عاد عاد وذ زنجبيل منو ها هلا يا رم من انا ابراهيم انا ابراهيم راح يا رز انا ترى يبيني انا بس ما راح اقول انا عبد الرحمن لا انا راح احسن اني انا راح احسن اني ما ادري فكني يبيني مشاري راح لدحوم راح المايك يبي مشاري يبيني يا عذب الصفات راح تأكد يمكن رحت لا أبو شاي حطيت يا رجال ثيب كله بفنجان مثل الهمس وذاكر الله علم به وشوف الحال تعبانه من حط هذا داخل؟ تعال أنت اللي حاطه؟ تعال يا شيخ هذا اسمع ذا ودي حياتي كلها أحزان ضياع وأنت السبه حياتي من يواسيها مشاكل والهموم كثار الله الله خصع صوتك المساء عطني يا شيخ يا رب علي خلاص كاسته فنجاله بحطها حليب عشان غسل كاسات ابوها حليب ابو باقي فيه ايه باقي فيه اغسل الكاسة زينية اللي ماني بقايد انا في احد يحط الكاسة حليب من عيوني خلنا نمشي
واحد منا اخطا. يلا ايش رايك؟ مالك شكل احسان تشم يعني؟ شكله برد. لا برد. عطني عطني خليني بحطه على النار، ايش رايك؟ يلا شوية خلينا نزل القهوة عادي. وضع تعاون وما ذلوا. وقف وقف وقف. خلصت حليب؟ خلصت؟ انا خلصت عيني فيك الحين. بالي انا وزعيت. والعلوم يا الربع. طلاب حامد اليوم طلعنا بطله اجول. اقلب يا العلوم. اعطينا سالفة. مختصرة حلوة. العلوم زي وجه. يا هي طرفة حلوة أو شيء. اليوم أنا ماسكة معي سوالف. العلوم زي العلوم زي وجه. أكيد إنها حلوة جا. تبيك؟ صرت على الرجال من ذي. لا لا توسخ المجلس. لا توسخ المجلس. مجلس. خذ كرعان بالله خذ دربه. في قوانين. هذا نف النار فيه لطشة. في قوانين علي وعلى غيري. انت قطعت شيء؟ لا خلاص خلي شيء انت عشان ما اقل ارحب بالرمثه اي يوسف المباراه اي اسمع لك شوك 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 يا زايد عود ما ادري شوف هو ها تعاين الحين اي ترى انا برا انت خابرنا برا حط هناك ورا كاسة هذا كاسة زايد حط هنياتك ورا شوف العمدة شو 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 بس 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 العمدة العمدة تبي كاسة حليب شوف العمدة حليب حليب خلي خلص اغنيته هذا زايد الكاسات وينها يا عيال اجبر بعد الصبح حاج الرحمن لا وعندنا خمسة بقيت كم عرضنا ضيعة جبها يمنا علي عنده شو اسمه فيصل اي ما في كلمات ابو شايع ابو شايع ابو شايع الحمد لله هذا شكل مغمى عليه هو انا هو تري هبلت لا روحي وش اللي جاك حاتي حاتي علي لا وش اللي جاك اللهم لك يا روحي روحي وش اللي جاك ده انا دختي من كثر ما نظر في السماء فوق ما فيني ايوه يا قلبي اللي دونك جيوش يا منها فايده او منها كل الخراب انت خراب براسك بص يا ابني الورده دي ما تخنقنيش وش يا ابني ايوه الورده دي ايوه علمتني دروس كتير الورده دي ما تبقعش عيني ده عينك فيها حمايه ولا ما تبى تطشهاش كم كم الوردة دي كم ده انا حنيت عليك ده انا حصلتها تعرف منين منين سقتها من الشباب لان ما جت شي ولا وردة عرفت الوردة دي منين منين انت عارفها ما لا ما لا ما لها ملوحه حالتها حاله ده انا شوف سيف مطيري شباب نبغى قهوه شباب بحلى يا سيف بحلى يا سيف تكفى كفى بيحكم الله يبارك هذا لك يا ابو مانع ما يجبنا نشوفك ما شاء الله طيب راس وعز وصل الاخوه واليوم اشوفك تنكر الملح والزاد الله واشوف في عينك كلام مشوه ما فاد راعي الكذب كذبه ولا فاد لا صار جوي ما ينادي
حاسب القوه خلك بعيد اليوم ما عنك نشاد مسفر عزيز النفس عز ومروه. ما شاء الله تبارك الله. لو انا سالم من اخر شطر صوتك. ها؟ لو انا سالم من اخر شطر. لو انا سالم منك انت. لو سالم منك انت من نقدك كان عزيزني فهد معيار. الله الله هاي خير هاي خير. من الصوت؟ ما شفت صوت. اسم عزيز النفس عز ومروه. ام العفران. ام العفران عليك. ام العفران عليك انت. عليك انت. الله. علمنا وش عز النفس. خلط. مسكين انا عزيز نفسي ما تقول ترفع عن نفسك ترك الخمه خمه ام العفران ام انت ام العفران انت والله انت يا الله يلا يلا انت فرمت كوكب العفران وش وش انت فزت عند ريح وش فزت ما هاجم جنبك ايوه الله رد قوي صح؟ استحيت ها؟ سو كذا سو كذا تدرك مستحي يا الله اسرع لا في واحدة زين بركي يا جبعتك يا طلع على صوتك شيء ما شاء الله بارك الله في في عطنا بي انا ما ادري انا مشكلة الحب عندي ها انا رفيق عبد الله اللي ما تبعها من اهل مثل الخبيث اللي عجوز اللي سابق رفاقة صح يا علي ولك يا رب سوى سوى كله يا رب انا رفيق لو شغلت اللي جاك رفاقة لا لحن لحن هنيتني يا بعد روح جاي لكن الحين لا تشرح علي لا تلحق المشروع غسلته غسيل افضل مما خذيته مجار مجار مشرع الله يجملك ها انا هاكلق سمع بنا ذا والله المحار بعد المدافع عشان يديكم ما تضرب يا اخي ما انت بلاقي مثل ارتاح عز الله اني برتاح عاش عاش ابو شاي زايد عطنا ديك هذه لازم تغسلها اي بس لح عرفتها عطنا مسحوب يا والله حبيت الحركات انا رفيق لو تغيب الايام اهجر يلا نبغى جرد صوت عبد الله علم وخبر ريح ابغى ابتسي تشب يعني انا رفيقي لو تغيب له الايام تعال خلوه يلا خلوه اخر ابو ادق وانشد عنه رابعا رفيقي على صوت اللي يقطع امي 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 الله يسمع منك جعل احس معك يسمع اي بالله يا هاي هني دعيته عليه الرجال لا لا ما دحت له يا هني لا صمد لا والله ما شاء الله استمنيت المره اني دي ما سمعتها اول مره الله لا يقوله ابعطك مسحوب غير كلمات الرخمه ذا ما زود طعم والله ضال وهنيك يا قمر تكشف الغره يا خلص خلاص ايه جيب جيب بعدك الحين ثاني هلا وهنيك يا قمر تكشف الغرايت الله تبين على بعض المخالق وتشوفه ما شاء الله هلا وهنيك يا قمر تكشف الغرات هلا وهنيك يا قمر تكشف الغرات الصوت أفلح تباين على بعض المخالق وتشوفه سب ما عاد يبون ما عاد يبون افتح ذن كلها يا عيال يا ويلي خذ خذ بس خذ عطفة فارع القط 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 ابصب لك فنجان قهوة جديدة جديدة لا يا جماعة كبوا الحلف يا أخي ها علي يقول سمي لا والله من هو أنت اللي عنده لا
تنقص قبل الناس يسوون مطالب. لا تحسبني عنك ماني بداري. احسب لك الوقفات واستر على العيب، وانا احمد الله ما عشقت الكبار يسمي مرخ في جميع المواجيب، واسري بليليه مثل مع ذيابه الغدار، يمشي على وضع النقا واكسب الطيب، اقاسمه للطيب بايع مشاري وشاري الحر دايم يعتلي في المرا دايم يعتلي في المراقيب، والبوم فوق الارض مثل الحبار، ياخذت من وقتي جميع التجاري، بشرط نفسي في صحيحه البخاري. البخاري الله الله معليش في الابيات الاولى ما انتبهت قلت اي والله فاهم. أنا ما أحب لأنه مديح أنا أقول أرسلت البيات هذه للمقبل مساعد دقيقة وايد وقت أرسلت للشاعر أرسلت للشاعر مقبل مساعد مقبل مساعد ما شاء الله الباع طويل وشاعر ما هو في حاجتي ولو عارفه لكن أنا أقول يا مقبل الوقت دار ودار دوار والناس قامت تبين حقائقها أعطيت بعض الأوادم فوق مقداره وأشغل بيوت الشعر ليته يفارقها طبيعي أن السمك يحتاج سناره والبندق أم 11 لازم نعلقها والجار يحتاج بعض أحيان من جاره والناس ربي خلقها لجل خالقها لكن عندي سؤال مسبب إثاره وإثارته تكوي ضروعي وتحرقها الرفقة اللي لها عمين من هاره يصبر عليها الفتاة ولا يطلق الله الله رد فاخر بيت قال رفيقك اللي يمينه تعد لي ساره لأن الجماعة ما يفرق قصيدة كاملة والله ماني بحافظها كم في الغرفة لو ساعات حافظها يبونك ما صدقوا اني شفت المسفر صورة حلوة المسفر حلو اصلا انا والله طلع حلو دي معانا جنبك ماك ما تتمقل بي لا دحين حالته حالة هنا والله ما شاء الله جيفة يا ولد ذا هف على راسنا السلام عليكم السلام ورحمة الله يا هلا بالنور بالنور هلا عد هنية اليوم بس طيب اليوم مسك على العائدين يقول هذه مهم لك يقول انا رفيق قال لي فعوله نواميس استاذ مشاركه باليمين اللي يوقف في غيابي مكاني فنجان الكوليري ماني رفيق قال النفاق الجواسيس اللي تدور زلتنا شيء نواف من لساني شذابه المق في رخوم ودنافيس تظهر لك الخوه على وجهه ثاني تحرم علي اخوه الناس خدعت بالضبط في 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 الزمان يذول البر والصحنه خوه التي سمى على الشدات مثل الحصان يا الموت خواني وفا كل ما قيس كان اقرب من اغلى اخواني الله تجمعني مع اهل النواميس وانا مكاني فوق نجمه تعال 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 تلميذ السجا هذه جعلها مشكله اكثر والله كلها في اخوه اكثر أنا من الناس اللي صادفت في ذا الوقت شفت تعبت من الأخوة تعبت من إيش؟ من هو بالأغلبية يعني لا لما هو الأغلبية كل ما طب 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 طعمك تلقاك صدمة في النهاية والله صدمة كل ما كنت وافي طيب لا تتوقع أنك بتلقى نفس الشيء اللي أنت عطيت إياه كيف لقيت 10% أحمد ربك صحيح والله والله ولكن برضو الناس باقي فيها خير 10% خذ اللي مثل هذه والله يمكن من رابع ابتدائي هذه انا اللي زماله مع شخص والله يستر عليه يا اخي وين متوجه من رابع ابتدائي تعرفون متى صار المعاتب وصارت الاشياء اللي ما توقعتها ثالث جامعة ها يعني بدت الخلافات بينكم في ثالث جامعة ثالث جامعة والله من متى مع بعض يا عمر معليش رابع ابتدائي والسبب يا اطفس من قطعه الفاين الحال 15 سنه زود بينهم سنين ضوئيه زود زود هجاله فيها رسوب عندكم في بس سنوات طيب وش سبب الخلاف شو الرابع يا اخي هجاله بدي اول مره يصير 40 ضج الله يحفظك شوف يا مسفر قوم حتموت لا الله يرحم والديك وش اسباب الخلاف؟ هذا ترجال طاب الطيب اشياء عاديه تحفظ على الفلافل تحفظ على ترى زينه الفلافل طلعت من الثلاجه ترى تخرب الله يحفظك يا ربع اللي خلص فنجاله يعطيني اياه خليني اصب له خلص هاي في 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 جمره زي هذه غير الجمره ليه عاد العمدة؟ أنا ذكرت سبب العمدة العمدة أنا ذكرت سبب بدل جمرتي داخل أنت ليش قلت هالكلام؟ ها؟ ليش قلت هالكلام؟
النقاط وين؟ من شيء صدمت فيه، مو بعني تجربة. تجربة. كم سنة دام التجربة؟ كم؟ فوق 20 سنة. يا ولد. اكسر الجمرة طال عمرك خلاها. اي والله. قوة ها؟ ومن واحد من الشباب الله يستر، الله يستر عليه، من ضمن الشباب اللي طلعوا دكتور وارد ابو فهد يحس يقول يا ولد من يوم كنا صغار، يقول من سنتين، يقول عرفت من سنتين. سنتين اي طلعت كم سنتين يعني؟ لا هاي سالفه صدق، ما في ريالات. لا ما في ريالات. من سنتين عرف على حقيقته؟ اي من سنتين عرف. يا ربع يا ربع، اكثر من 30 سنه في نقطه مهمه علشان شراكه ما شراكه. هي اكثر الفرق على الفلوس. ها شراكه ما شراكه على الفلوس. انا لو انا لو المره صايره معي، لو انها ماده والله نذكرها، اذكر الموقف عادي، بس ما اذكر اذكر الموقف عادي، بس ما هي ماده. شيء طفص، بس تعرف اللي الطفص ذا انت ما تتوقع انها من فلان، بس هذه هي اللقمه علاوي. الله خير. تشوف انت خالد. تدرون يا ربع في نقطة مهمة أنت أكبر مني وأفهم مني، ولكن النقطة شن هي؟ الله يهديك شقومك. هي مهي بس سنين وعشرين سنة ثلاثين سنة، هي على المواقف. يمكن أعرف لي واحد عشرين سنة ما صار معي بيني وبينه موقف، يمكن أنه مضبوط معي، يصير موقف يمكن يخرب علاقتي لو أنها عشرين سنة. كل لو أنك متعرف عليه ست شهور، وست شهور كل بها مواقف. إيه لازم كاش. تعرف الرجل. تعرف مضبوط ولا؟ فهي على المواقف. تعلموني ما علمك. لا والله قد يطمر في الكسور يا ابو بهاء. والله بخره ايش قوم حط شعر كان طلع احنا باب مدرسه. انا اكل عقله. هذه على طاري الطلعه، وقت الطلعه حق احمد علي من اول متهيش وحالتي حاله، ما رى الناس شيء في مدرسه. تهبدت ارمح. هبدت ارمح. ايوه ايوه وجلك يوم وجلك يوم وتقرا شيء في رابع ابتدائي. ها رابع ابتدائي مع واد مدرس رياضيات هذاك ابو خير. لا ولده اطول من ابوه، الواد اطول من ابوه، جلف النهنه طيب. كانك تقول شيء الحمد لله. لا شيء في وين شيء اقول جلف جلف يا كبره. ام اخوي على جسم لي خربت كذا، تقول هذا المفروض في ثالث ثانوي مو برابع ابتدائي. عتر اي ولد. ثم يديه يا اخوي ما صعب على طولها ما شاء الله. والله ابوه قصير، ابوه درس رياضيات، هو طالب معي في ذاك اليوم جالس قدامي اتخابر المصات والطاولات، يسكر عليك جنوب تسكر عليك، ودك تشوف الصبوره ولنا هو متفيش ابوه مدرس قال كذا هذا الحين فاردني يدينا على برد. والرجال طالب وانا مرق كذا مركتفات ادور الصبوره شوفكم عزات الثاني كذا كانت تشوف رمايات وكذا شوف قدامك ذا الحامه ويا جابك قطع عمرك واخذ دبوس طيرك بعد ما قرعك الحمد لله رب العالمين. فانا غزه في كتفه منه كذا دزك انت في اختبار الفيش. لا يا رجال بشوف الصبور صبر بعد شفتها ابا يشوف مجتهد قدام ابوها عشان رياضيات تعطيني درجه 5/5 مشاركه اني منتبه معه في المشاركه. فدزك سعد احسب الدبوس ما برايح في الرحمه وقع له في العضيب سيده وز سحبت طعم كله كذا عد هو عد يقول اه يابا 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 كذا قال اي لهجه مين هذه؟ مصري. اي كويس روح انا معاك روح. يا بابا اسلم 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 لان ابوه لا تحرق سالفه الاسفق على وجهه. صح صح شباب كونا من المشاركه. اي حصه ذي؟ الحصه الثانيه. قلت ايه يا عمده ما تمسيش. ايش يقول؟ ما تمسيش عبد الله، ما تمسيش عبد الله. اقول اتذكر انا يا ابو يا ابدا ثاني ابتدائي ابتدائي ثاني ما تمسني اكره البنك. الحصه الثانيه هذا ناقز الحصه الثانيه. قلت انا باقي الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة خلص الابتدائي بقى ست حصص. قلت اخذها بيسر شو؟ عدي انا ها ضربك؟ يوم جت حصة السادسة زين قلت الحين خلاص تخبر من اول كتب حقتنا من اول تحطها الحين في ذيك الحزام اي السير اللي قلت اي حلوة حلوة ومع 10 ريال اي ما عاد استخدم الشنطة خلاص مطول انا سبته اي لين قبل نهاية الحصة قبل تجي الطلعة تجمع كتبك تزينها باقي 10 دقائق على الطلعه تزينها ترتبها عشان ايش؟ تجهز الطلعه خلاص. فجمع كتبي وزينها ضبطها زي كذا. في بالي الحين الوالد قد ايش صار؟ ها؟ احسب لنا قد ايش صار ضربه اللي في ثاني حصه. ساعة تقابل الحصه الاخيره يعلق على الجرس المدير. كلها تشابقون؟ الحمد لله. ساعة توقفت التفت علي. قال كذا برقب يوم قال كذا برقب. بكبعير ما نساك. يوم قال برقب قدامي.
يحلو يجون الحمد لله. ففك كتب اخو منثر على الطاوله الثانيه ها فك كتب وفك منثر على الطاوله واقوم اجمع على دفتر دفتر ربهم يطلعون كلهم ايه يعني انك مشغول الحمد لله. واخذ دفتر ده وحطه حق حق تخبر اسمه الواجب دفتر واجبات الازرق حط طعم كل العلوم وما ادري وش وحط على قفله كذا. اخر واحد طلع من فصلنا سعت وايد تفردون فيك كذا الحمد لله سعت طلعت وايد في الفصول كلها لهم نوى ابتدائي لين عندنا سادس وجهات سادسنا فانا قد جباوت من اول سادس ابتدائي جباوه كبار ايه فقطعوا كل جباوت كل ظهروا ما عاد واقف الا الحارس حق مدرسه قدامي هناك في الحوش فاظهر قلت الحين اخي قد الربع اخواني اي حط كتبي طاقم اظهر اهربوه باقي في مكتب المدير والواد يحتريني برا الحمد لله والله ما ساعدت سنه المدير غمرتين 90 ساعة تعديت واقفني برا في الشارع الا ذا الهامة واقف قدامي تحرني عند الصندوق فبكوا عراي واش مع الاندامي فقدم علي شوي اسمع حسام الله يكرمك خير حسام وانا اخواني اخواني على الناي هناك فوق العقم يحترون واحد من شبابنا راح يطول عمره اسمه قبله شجاع يحترون احنا نشوف متراجم على الشارع القديم هناك شوف الشراعه طردتها مويه 87 دخل لكم على الحاره اي دخل مع المفرق طحناه من الفرحه نبي نطلع مدرسه قد اخواني على عتبه هناك ايش مع على العقب وقف هناك وكتبهم ومستر طعمك واقف عند باب المدرسه يقول حسن اخواني هناك فزعه والمدير في وسط المكتب لو حط رجلي طعمك القط مره حسن قرقوا قبل مساكني مهنيا اي زنطك اي ساعات قبل كذا الله لا يوفق لك الخيار الله لا يوفقك الزر اللي فوق يا رجل ظهر رابطه بمقط من اول قلت الحين تكون كذا ثوبك الحين قطعت الزر صح ذاك الزر عين قطع ذاك الزر الحين بدي بدي عقوبه يا مره اي خلاص ما القشر فمسكني من يريج مقول بي كذا ساعد زره لانها بالعوم عندي بعض مظاهر صارت مشكلة كذا ما يفيدها الحين ابي اصرط تنتظر ايدك حساب 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 جاب عند الدتسن حق المدير ثم سقفني منها ساعد سقفني هكو كذا علم اخ علي حرام نشوف الكفارات من تحت هكو كذا من قبل تغير علي تغير قبل بشجاع اتحرموته هذا اسمع صوته بعد صوته فسحب سحب بيجي ساعة ساعة سحب فسحبني من الورا بتبني فوق ساعة ساعة قلت وكيف قلبتي فهمت؟ قال قوم 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 اسمك من العصفور بالعاني داري اني اكذب عليه قوم قوم فوق قلبي قلبي بتمسك موت على 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 الصندوق راحت العزوة وراحت الامور كل ابوها وراحت العزوة عزوة على العزوة على العقب الحمد لله رب العالمين اشهد بالله ما تصيد له فعلم العوال رحت انا انا صابعه واسبتنها في خدي اي متعافي متعافي لا انا متعافي ثلاثة اخواني دموعي ويجونكم غيري قلت انا هات انا وصلت الديره في ايام جامل ثلاثة علم اخواني علمت بدر وبحار علمت اخواني ايه؟ بدر عوال عمتي اللي بحار ومسفر بحار ومسفر ضارب ما شاء الله تبارك الله اجسامهم كبار مثل الظاهر ما في الحمد لله الربع كلهم قلت له حسام ضربني امس ونبي اضربه بكره قلت صفقه صفقتين ما عاد شفتها عقبها عاد واسمها في خدي قلت له هاتي في الصناديق متمسك في صندوقك في الزاويه فهمت والله والله تنتق تقول حلك قالوا الربع معي والله ما يروح بها المصري والله ما يروح بها المصري 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 متعافي الجانب الثاني طعم حنا الواعده قالوا خلاص اخذها امس في بكره عندنا خمس حصص ما عندنا ست بكره عندنا خمس حصص اي اخر ايام الاسبوع قال خلاص لين باقي حصه السادسه عند من عند خمس ابتدائي وسادس ابتدائي وابوه يدرس سادس ابتدائي الحصه الاخيره عند هو بيحتري هو بيحتري ابوه قلت خلاص لما دخل ابوه الحصه السادسه في الصف السادس استظهرنا الولد اي على مدعيه وبرح ورا العقم العقم ذاك كبير قبل المدرسه قلت ايش لانه هذا هامه والعقم ذاك اللي واقف عليه الربع امس قصير كنت باخذ هذاك العقب عشان اضربه زايد تبي وحده ننطق بيوت الربع بيوت الربع وراه ورا مزرعه قال خلاص لف يمين وامسك بيده والله انت جيت حسام انا قبل اسلم ابو مان اسلم يا حسام تخب صبقتي صبقتين تراني يا اخي ما نمت البارح وجلست ابكي عند امي كبرت السالفه عند امي وعند ابوي اي
تراني يا اخي تراني انا احترم انسان اخي احبك يا اخي ما احب انك اغلط عليك ولا قال ما عندنا ارجع متولم داري فاقطع بها الشارع ما حول بهورا العقب عقب طلع عمرك ما ما تشوف باب المدرسه لين تركب نص عقب متوايب كذا وتعود ليه صديت بقى غير مره على مصدمه لما صده ساعة تفت انا وياه قلت اسمعني يا حساب الحين تصبني امس ليه ما شجاع انت فرعن ليش تفرعت عليه دليل ايه الحمضه اللي وراي الكبيره حمضه ايش ما عندنا الربع قال كذا وراها كان مرانب تحروني ادخل باب الحق الكبير ديوان ساعه توقفوا ها له على اخونا مسفر شوك عنده قال ايوه وقفت يا اخوي حتى ايوه تكك اي فلي انا كلمك احط عليك فيني خلني اقول وراي فهمت واحد من اخواني نحيف لو تهفى كذا راح طار من الهواء قال علمنا له على مسفر ليه على مسفر ليه على مسفر يكون ديات عنده علمنا علمه وذاك يدرون عليه يحمون عليه اثنين على عمتي فهمت تقول من ديابه احنا انا وبدر ومسفر وبحار اربعه ولا طبق رجال كذا ايوه عابدين ايه فاتعلق كذا فقمت فهمت عبال بديت كذا بعد ما وصل حل ما عملنا عمليه والله يدينك حتى بعد هي تاع حقت امور قبه ذي فهمت فاسحبها عشان ارد حق تمس يوم خنقني امزرني كذا هجر قال ايوه تنزل فهمت واقوم اقول كذا اقف اقول عقب عشان يجي طوله اطرف العقب يجي كذا يجي طوله فهمت اذا الرابع شاف الرجال صامل تدري وين فيه غبارات وقفت مرة الحمض يا ابو خلوني ما شفت حساب اشوف عزرائيل قدامي ابي احول من العقم انا ماسكه بحلزه فهمت اي الحق دي فوق الحين انا فوق العقم ومدنق عليه الحين كذا بحلزه كذا واشوف الربع اشوف رجليهم يا سبقهم سبقه الحين تقايد الحين وراي المدرسه وزفلت والربع وراه هناك بس الحين بزبلهم فاقوم اقول كذا بحول من العقب فهمت؟ لا 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 يرق بيرضي فوق العقب محلي شاحي وزر رجع فهمت قهو بيقول كم بيقول بعيدك فهمت؟ وصاح عليه بيختلع فمسكني بحلاقي مثلني تحت ساعدتني ما ادري شلون الله قردني مع الناس لاها ويحسبني ضاربه اصلا ما ضربته يبتني كذا في نطي رجلي مضروب في بطنه فهمت ايش نضربها بركبه فهمت صوته برجلي اي فهمت صوته برجلي هو عنده حركه يسويها دائما في المدرسه نصوع محل عرف نصوع صح؟ نصوع بواردي كيف يعني؟ بواردي الباردي يعني لابن حذف الشيء جابه ها هكذا ياخذ الحيط يقوم ياخذ الحيط كذا يقوم هكذا فهمت؟ يا ولد تروح على الحد ما اشوفها هنيه والله العظيم انها ظاهر في راسي هنيه ايام ابتدائي والله العظيم عند نفختها هنا ساعه تفكني فانطلق يا رجل هم خطوتي يا ويجي ست خطوات في خطوه واحده قول كذا فوق الحم وقمت تفوت كذا عليه وانا حاط رجلي فهمت؟ والربع قد تعدى المزرعه قد تبر الشبك وانا عاد يبعد الشبك بعد هو قريب عندنا بعيد وقريب من قطع ظهرك ساعات كاك كذا بيده شوف انا ما التفت ورا حق كذا حط رجلي والتفت عليه ورا ساعات كاك بالحيط فهمت؟ فحط وجهي قدام ابي ايش؟ ابي اشوف الشبك مشوك ذاك عشان اطمرة والله لا اطمح ذاك الشبك انا اطمح ذاك الشبك وقتها ساعات شفته كاك كذا هذه اخر هي جاي اخر علم نظره ما احلم طعم طول العمر في الراس انا بقيت اذني يا ولين فهمت؟ الحرام اني طامر الشبك ومتعدي المزرعه وواصل من بيت واحد من عماني في الجهه الثانيه فهمت؟ عاد راسي يقول ما عاد تسمع شيء فوق كبيدي من الحين الدم بيصب على ظهري دم بارد قلت قطعوا كل العمال قال كذا العمال الشبك ها ضربته هذاك ضربته انت ضربته متسبح وين ضربته يعني انا خليناكم راسي يا لا تجل ها خليناكم راسي براسي اعرفها غدرة ذي شينا قلت ابني فوق العقب تعالي ماسك بحلزه ويا قلت تكفى مش فوقني فوقني يابا فوقني يابا فوقني 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 هو جايك امسكه وزره انا احسب الدم ما صب قام بالقوف اخوي بدر قاعد فيك دم
كتب عليك يوم ترى على الرجاء شنو يضربه شنو يضربه رجاء يضرب ينضرب ايه شنو يضربه شنو يضربه فهمت حكتبنا وين هي كتبنا حطنا في صندوق حق المدير ورا امجال دخل وابها راس العقم حط لها كتبه هناك وقت قال حنضرب ونرجع بس ما كتب الراجع ذاك اليوم فنعود من ورا نعود بدر كان وايق من الرجاء حق بدر صندوق كذا على الدتس حق المدير رب ما واحد برا ها قلت ها قلت ها قلت ها قلت المدير عارف الخطه ترى حاب يجي مع الجهه الثانيه كله ورا الكفر مدنقي يوم قلت حاب الصندوق لا قلت كتبنا اللي من زقار يجي وهو معهم يقول ها يابا ها يابا من قهر ما ضربت اصلا هو يبتي من القهر بيضربني بيمسكني ها يابا عاوزه يابا عاوزه النمله ده عاوزه النمله ميدي يمسكونه ويجلدونا اليوم الثاني في الطابور جلد بالعصا مفلوق ومجلود والله العظيم خلوق ومجلود وكل ابوها مجتمع والله العهدي بهذاك الحين ما عاد صار اهل عقبها ذاك الطالب جد كمان جت منه وجت منه على الحرام والله ما انسى ذاك الموقف انا تراني اقشر بس اني وشو اذكرني قد ضربني ذا وقد شفت في جدار ابطل مع اخواني في شبر رجلي حولني اسمع الحاس حق بدر ساق حول اسحب رجلي ردني اسحب رجلي ها من الربع يقول والله العظيم اني منزل على الواحد الا خليه خرقه من كثر ما اطقه هذا مهايط يقول ما في احد لا صحيح فعل فعل مهايطي يقول ما انزل على الواحد الا انا حاطه مع الارض مسوي مع الارض يقول فيه حيل رجال جذخ يقول هذاك اليوم انا ماسك لي خط هو يلف علي واحد ما ادري ايش يقول وانا اعصب عليه يقول وانا اتعداه وانا امشي واخليه يقول يوم فكرت انا والله العظيم ما ودي اوقف عليه بعد افرشه بالارض يقول يوم فكرت كذا يقول 10 كيلو الا سيارتي بنشرت يقول يوم بنشرت سيارتي يقول وانا واقف جنب هذاك على تريله اللي لف عليه يقول يوم لف عليه راح تريله بغى يذبحني يقول وقف لي حول 10 دقائق الا التريله اللي بغيت تهاوش مع اوله توه تعداني يقول يوم تعداني هو يوقف جنبي وينزل معه هذه حقت التواير ليور وينزل معه ليور يقول دريت ان الشر حذر دريت ان الرجال ذا مو بجايني بيسولف معي جايني بيشيل ونحط يبي دغدغ يقول يا ولد يوم جينا يقول يوم جيت وها 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 يقول والله العظيم يقول ما دريت الا انا سما يقول اول مره يجيني واحد كذا يقول ما دريت الا انا سما وبالارض يقول وطق وطق تبي حليب طق علي الحاش لا لا طق طق احنا طق الحاش يسويه يا رجل والله بعلمكم يا الربع هو يمسك هذا الجذخ هو يمسكه ويحطه هنا يا عيال ويسكر عليه ويروح يمتريله استاذ غنى يروح يمتريله ويجيب شو اسمها هذه يا عيال زرادية هو يجيب الزرادية وقلت يطلع سنونه ويسحب اثني السنون اللي قدام كل ابوها هذا رعت تريلا يقول لي يا ولد ذبحني ذبح مت ابي الفرقه يقول ابي فرقه مني يقول والله العظيم اني بحياتي ما صار فيني كذا ولين خلصت يقول واركب وجهي بارد ومدفون بالتراب دفن يقول تمر السنين حول 5 سنين 6 سنين يقول انا بجده دخلت لي معرض يقول ابي اشتري لي سياره يقول هي تنقصني حول 10,000 يقول اعطيته العربون وكل شيء ناقصني حول 10,000 يقول يوم فكرت دخل علي واحد ويطالع فيني يقول انا ما عرفته رجال كبير ويطالع فيني يقول الرجال استغربت من نظراته وانا يقول وانا اقول اللي قدامي الفلوس والله لا اجيبها لك ما عليك 10,000 انت عارفني وتعرفني قال دقيقه الفلوس والله ثم الله تجيك 10,000 هذه عوض سنونك اللي شلتها هذيك السنه السنون الاثنين تذكرها قال انت اللي طاقني ذيك المره قال والله ان هذا انا ولكن هذا عوضها ب10,000 ريال والله تاخذها يقول هي تركب 10,000 عندي وسنوني معوضات بال10,000 ذي يقول هي تروح السنين شوف الوقت شلون جمعهم سوا وعوضها ربي الله كريم والله لو اشوفه بعد 5 سنين كلامكم اسلم نقلنا يعني احنا كنا في حاره شعبيه ونقلنا حي اسمه حي المطار لانه الحاره الشعبيه كلها هدوها كان اسمها العشيمه طبعا جديد على الحي وما اعرف اي احد هناك وابغى اتعرف على اي احد في كذا تقريبا 5 شباب كل ما ابغى احتك صدوني كل ما اجي يطقطقون علي كل ما اجيب كوره ياخذوها
زقت معي خلاص يعني مرة ضاقت معي تمام هو ضاقت معي شبهاني شبها أهم شيء هجت معي والله وفي واحد سميه اسمه عبد الرحمن الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير خليك الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير والله طبعا هو الرجال ما هو بقوي بس لما شاف الجماعة معاه تقوى وقام مردغني تخيل مسح بالارض يمين يسار يمين والله يا شباب يا انه خلاني اشم ريحه السكه ضارب 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 هذا اول يوم ضعيف اللي لقى ضعف منه يا زر قبته جاء بعد اسبوع قلت خلاص والله اليوم الا انا اضربه يا اتصالح معهم العب معهم ما معك اخوان اخواني طبعا كبار كلهم فهمني واروح ويغسلني بس هذه المره مو الحاله هو اللي قرب له الاثنين الرجل لقوك خلاص صرت معروف صرت فقره عندهم فقره عندهم اي انضرب وامشي لين جاء يوم فانا اقارب في جو من فرسان تمام وما شاء الله اجسام وانت قابل انا وياه مكان ظلام واقول له هذا المطلوب وانفخ ريشه كذا تعال تعرف ايش اسمي هو خاف شاف اللي ورا موحد يقول اقول واضرب يمين يسار ودعس على بطنه قال بيقول لي طلع حقك طلع حقك اقول له تعرفني انا مين انا عبد الرحمن تعرفني انا مين ويمكن يقول عبد الرحمن اقول له قال لي بكره مسافرين اقسم بالله لك اسبوع الجاي جايين لو تلمسني كل اسبوع اضربك يوم واحد يعني كل اسبوع انت خمس ايام وانا لو ايوه اذا صار الموضوع جيره محترم هم عندهم ايش اسمه خذها كاش وانت عندك البرايم ايوه والله هذا